determining the types of roots of quadratic equation. احنا خدنا عندنا discriminant في ثلاث حالات يكون negative او zero او positive. طبعا discriminant اللي هو b square minus 4ac. اللي هو negative يبقى الروتس هيكون عندنا complex and not real. لو discriminant equal zero يبقى two roots هيكونوا real وفي نفس الوقت هيكون الاثنين equal وساعتها السوليوشن للروتس هيبقى negative b over 2a. الحالة الثالثة لو الروتس ان هو discriminant positive يبقى الروتس هيكونوا real وديفرنت. نحل في الكتاب المعاصر نخش على السؤال الاولاني رقم 2. هنا بيقول لي x square minus 11x plus 10 equal 0. طبعا احنا عندنا هنا ال a coefficient of x square equal 1, ال b negative 11, ال c equal 10. هنجيب discriminant اللي هو b square minus 4ac. b square هيبقى negative 11 square minus 4 time 1 time 10 هيبقى 121 minus 40 هيطلع رقم positive. وطالما discriminant positive يبقى هنا 2 roots هيكونوا real and different. المسألة اللي بعدها number 4. 49x square minus 14x plus 1. عندنا ال a equal 49, ال b negative 14, ال c equal 1. هنجيب discriminant b square هتبقى 14 او negative 14 square minus ال 4 time ال a time ال c. دي هتطلع 196 minus sorry time ال c اللي هي 1 time 196 هتطلع 0. الdiscriminant equal 0 يبقى هنا عندنا the two roots هيكونوا real and equal. نيجي المسألة number 6. هنا 2x square minus 7x. طبعا هنا c مش موجودة بزيرو يعني a equal 2, ال b negative 7, ال c equal 0. هنجيب discriminant b square يبقى negative 7 square minus ال 4 time ال a time ال c. يعني هتطلع في الاخر 49 وده رقم positive. يبقى هنا 2 roots هيطلعوا real and different. نيجي المسألة دي 6x square equal 19x minus 15. الأول نخليها in the standard form يعني تبقى 6x square minus 19x plus 15 equal 0. هنا عندنا ال a equal 6 وال b negative 19 وال c equal 15. هنجيب ال b square يبقى 19 square minus 4 time ال a time ال c هيطلع 361 minus 360 هيطلع 1 وطبعا ال 1 ده رقم بوزيتيف. يبقى هنا هيطلع ال 2 روتس عندنا real and different. نيجي للمسألة دي اللي هي number 4. x square x plus 2 square plus 5 equal 0. هنفكها يبقى الأول تايم نفسه والتاني تايم نفسه plus x تايم 2 تايم 2 4x plus 5 equal 0. يبقى تبقى x square plus 4x plus 9 equal 0. عندنا ال a 1 وال b 4 وال c 9. هنجيب discriminant اللي هو b square يبقى 4 power 2 16 minus 4 time 1 time 9 تبقى تطلع negative 20. وال negative 20 هنا ده discriminant negative. يبقى هنا بقى المرة دي ال 2 roots هيكونوا مالهم complex وأكيد إن هما إيه and non-real. نحل المسألة number 5. بيقول لي x plus 9 over x equal 6.
اول حاجه لازم نخليها in the standard form. يبقى هنعمل كله تايم اكس عشان نخلص من الدينومينيتور هنا. اكس تايم اكس هيطلع اكس بار 2، 9 اوفر اكس تايم اكس هيطلع 9 ايكوال 6 اكس. بعد كده هتبقى اكس بار 2 ماينس 6 اكس بلس 9 ايكوال 0. الاي ب 1 والبي نيجاتيف 6 والسي 9. هنجيب الديسكريمنت على طول، يبقى نيجاتيف 6 باور 2 اللي هو 36 ماينس 4 تايم ال 1 تايم ال 9، يبقى 36 ماينس 36 ايكوال 0. وهنا طالما الديسكريمنت ايكوال 0 يبقى المره دي ان ال 2 روتس مالهم ريل، وكمان ان هما ايه اند ايكوال. السؤال رقم 3 نمبر 3 بيقول لنا بروف ذات ان ال 2 روتس of the equation 2x power 2 minus 3x plus 2 equal 0 الاتنين هيكونوا complex and not real. تمام. بعد كده عاوز يجيب السوليوشن. هما امتى يكون الروتس complex not real؟ لما يكون الديسكريمنت هيطلع ايه negative. فاحنا هنشتغل على الديسكريمنت عادي والمفروض ان هو يطلع negative. هنا عندنا في المسألة دي ان ال a equal 2 وال b equal negative 3 وال c برضو equal 2. هنجيب الديسكريمنت، يبقى عندنا ادي الاي وادي البي وادي السي. الديسكريمنت بي سكوير يبقى نيجاتيف 3 سكوير ماينس 4 تايم الاي تايم السي هيطلع 9 ماينس 16 طلع نيجاتيف 7 يعني نيجاتيف. يبقى ذيرفور ان التو روتس مالهم كومبلكس اند نوت ريل. وده كان الايه المطلوب الاولاني. المطلوب التاني بقى نحلها عادي بالفورميولا اللي هي x equal negative b positive و negative square root b square minus 4ac over 2a. تمام كده. طبعا negative b negative negative 3 هتطلع 3 positive و negative وادي root. انا الديسكريمنت لسه جايبه طلع بكام؟ بنيجاتيف 7. يبقى هنا negative 7 over 2 time 2 وكده المسألة خلصت. يبقى هيطلع 2 roots 3 positive و negative دي هتبقى i وهنا روت 7 اوفر 4. بعد كده بيقول لي if the two roots of each of the following quadratic equations are equal. يبقى بيقول لي هنا الروتس ايكوال. هما امتى يكونوا ايكوال؟ لما يكون الديسكريمنت ايكوال 0. بيقول لنا find the value of k. يبقى انا اول حاجه الجيفن اللي هم ادوني بيقول لي ان الروتس ايكوال يعني الديسكريمنت ايكوال 0. هنا عندنا في المساله ال a ايكوال 3 وال b نيجاتيف 6 والسي ايكوال كي. هنجيب الديسكريمنت اللي هو بي سكوير يبقى نيجاتيف 6 باور 2 اللي هو 36 ماينس 4 تايم الاي تايم السي ده كله ايكوال 0. يعني 36 ماينس 4 باي 3 12 كي ايكوال 0. يعني 12 كي ايكوال 36. ومنها ان الكي 36 ديفايدد 12 تطلع بسري. المسألة التانية بيقول لي هنا عندنا 18 اكس سكوير ماينس كي اكس بلس 8 ايكوال 0. وبيقول لي هنا برضو الروس ايكوال. يعني هنا مديني الجيفن ان الديسكريمنت ايكوال 0. هنا في المسألة ان ال a ايكوال 18 وال b نيجاتيف كي وال c ايكوال 8. الديسكريمنت بيقول ايه؟ b سكوير يعني نيجاتيف كي اول باور 2 يعني كي سكوير ماينس 4 تايم الاي اللي هو ال 18 تايم 8. كل الكلام ده بزيرو. منها الكي سكوير ماينس دي لما نعملها تايم هتطلع 576 ايكوال 0. يبقى الكي سكوير ايكوال 576. عاوز اجيب الكي هنا الباور ايفن يبقى ليها 2 سوليوشنز يبقى بوزيتيف ونيجاتيف روت الكلام ده اللي هو ايه 24. نيجي لتالت واحدة برضو هنا قال لنا ان الروتس ايكوال وعايز يجيب الفاليو بتاعة الكي. يعني هو جيفن اللي عندنا ان الدي ايكوال زيرو. هنا الاي بكام؟ الاي بتو والبي فايف والسي ايكوال فور كي. يبقى نقول بي باور تو اللي هو 25 ماينس الفور تايم الاي تايم الكي اللي هو 4 كي. كل الكلام ده ايكوال 0. يبقى 25 ماينس 4 باي 4 16 باي 2 32 كي ايكوال 0. منها
ان 32k equal 25، يعني ال k تطلع 25 over 32. نيجي لاخر مسألة، بيقول لي 75x square plus 7kx plus 3 equal 0، وقال لي هنا عايز يجيب الفاليو بتاعت ال k اللي هي بتخلي 2 روتس r equal. فهنا عندنا ال a equal 75 وال b equal 7k وال c equal 3. هنجيب الديسكريمينانت اللي هو b square، يبقى 7k times 7k 49k square minus 4 times ال a times c، كل الكلام ده equal 0، يبقى 49k square equal 3 by 4 12، هتطلع في الاخر باي الرقم ده هتطلع 900، يبقى k square equal 900 over ال 49. اقدر اجيب ال k طالما هنا باور 2، يبقى positive و negative root ال 900 over ال 49 اللي هتطلع positive و negative ال 900 تدينا 30 وهنا over 7. المسألة اللي بعد كده برضو بيقول لي x بار 2 minus 3x plus 2 plus 1 over k equal 0، عاوز يجيب الفاليو بتاعت ال k which makes the two roots r equal، يعني ال discriminant equal 0. هنا ال a بكام؟ ال a equal 1، ال b negative 3، ال c هتطلع 2 plus 1 over k اللي هو ال absolute term. فالديسكريمينانت بنقول بي سكوير 3 نيجاتيف 3 باور 2 اللي هي 9 ماينس ال 4 تايم ال اي 4 باي 1 ب 4 تايم ال سي اللي هي 2 بلس 1 اوفر كي، كل الكلام ده ايكوال 0. هنعمل 9 ماينس، هنعمل ديستريبيوتيف 9 باي 4 4 باي 2 8 سوري، و 4 باي 1 اوفر كي هتطلع نيجاتيف 4 اوفر كي، كل الكلام ده ب 0. 9 minus 8 تبقى 1 minus 4 over k equal 0، يبقى كده 4 over ال k هتروح الناحية التانية ب 1، منها ان ال k هتطلع، نعمل cross multiplication هتطلع في الاخر بكام؟ تطلع ب 4. المسألة نمبر 6 برضو عاوز يجيب ال value بتاعت ال k اللي بتخلي makes the two roots are equal. هنا عندنا ال a equal 1 وال b 2k plus 3 و c equal k square، فاحنا عندنا discriminant اللي هو equal 0، b square يبقى 2k plus 3 power 2 minus 4 times 1 طبعا 4 by 4 times c اللي هي k square، كل الكلام ده equal 0. هنفك ديا 2k times 2k يبقى 4k square، 3 by 3 9 positive plus 2 times 3 6 times 2 12k، كل الكلام ده minus 4k square equal 0. ال 4k square هتطير مع ال negative 4k square، هيبقى فاضل عندنا 9 plus 12k equal 0، منها ان ال 12k هيطلع negative 9، يبقى ال k negative 9 over 12 اللي هي negative 3 over 4. number 7 عندنا x square plus 2 time a k minus 1 x plus 2 k plus 1 equal 0، عايز يجيب برضو الفاليو بتاعت ال k اللي بتخلي ال roots يكونوا equal، يعني discriminant equal 0. هنا ال a equal 1 ال b 2 و k minus 1 وال c عندنا 2 k plus 1، ال discriminant اللي هو b square يبقى ده هعمله باور 2 هيطلع 4 و k minus 1 square minus 4 times ال a 4 by 1 ب 4 times c اللي هو 2 k plus 1، كل الكلام ده equal 0. دي ممكن اعملها simplify واريح نفسي، اشيل ال 4 مع divided 4، ال 4 ده constant مفيش مشكلة، minus 2 k plus 1 equal 0. هنا k power 2 plus 1 minus k by 1 by 2 2 k، وهنا minus 2 k minus 1 equal 0، ال 1 هتروح مع negative 1، يبقى k square minus 2k و minus 2k يبقى 4k equal 0. ممكن اخد ال k common،
هيبقى كي ماينس 4 ايكوال 0. لما اخد الكي كي باور 2 ديفايد كي كي 4 كي ديفايد كي يبقى 4. هنا حاجه تمام حاجه ايكوال 0 ايذر ان الكي ايكوال 0 او كي ماينس 4 ايكوال 0، ومنها ان الكي هتطلع بكام؟ ب 4. يبقى انا كده عندي الحلول اللي عندي مره الكي ب 0 ومره الكي ب 4. ممكن نكمل المساله. هو بيقول لي بقى لما نجيب الفاليو بتاعت الكي عاوزين نجيب الروتس. طب هنا اول حاجه لو حطينا الكي ايكوال 0 هتبقى اكس باور 2 تايم نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 اكس، وهنا دي برضو كي ب 0 كل الكلام ده بلس 1 ايكوال 0. يبقى انا نقلتها هنا عملت سبستيوشن بالكي هتطلع اكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس 1. دي لما اعملها فاكتورايز هيبقى اكس واكس رقمين اعملهم تايم يدينا 1 والبلس 2 هما 1 1 والساين زي الميدل تير كانها اكس ماينس 1 واكس ماينس 1 كانها اكس بيرفكت سكوير يعني. فهنا الاكس ماينس 1 ايكوال 0 يعني هتطلع ب 1 ودي هتطلع برضو ايه ب 1. هنا التو روتس تلاقوا ايه التو روتس هنا ايكوال زي ما احنا ادينا في المساله. يبقى هنا عندنا 0 للكي و 1 1 للاي سوليوشن بتاعت الاكس. طيب لما تكون الكي ب 4 هنرجع للمساله هنا الكي ب 4 دي هتبقى اكس سكوير زي ما هي، وهنا ديا 4 ماينس 3 ماينس 1 3 تايم 2 تبقى 6 اكس، وهنا الكي 4 يبقى هنا 2 باي 4 8 بلس 1 9 كل الكلام ده كتبتها كده بلس 9 ايكوال 0 برضه هعملها فاكتورايز اكس واكس، وهنا ديا 9 3 باي 3 والسم بتاعهم بيدينا 6 وبلس وبلس. يبقى دي هنا الاكس هتطلع بنيجاتيف 3 والاكس برضه هيطلع بنيجاتيف 3 يبقى الكي ب 4 والروتس عندنا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 لان هو قال لي ان تو روتس ار ايكوال. المساله نمبر 5 بيقول لي اف ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن اكس بار 2 بلس 4 اكس بلس كي ايكوال 0 ار ريل اند ديفرنت. هما امتى يكون الروتس ريل اند ديفرنت؟ لما يكون الديسكريمنت جريتر ذان الزيرو. هنا عندنا في المساله الاي ب 1 والبي ب 4 والسي ايكوال كي. فاحنا عندنا discriminant اللي هو b square 4 by 4 16 minus 4 time ال a time c كل الكلام ده greater than 0 هيطلع 16 minus 4k greater than 0 يعني ال 16 ال minus k 4k هودي هنا positive 4k تمام كده. يبقى ديا تبقى 4k هنعملهم divided 4 يبقى هنا دي divided 4 divided 4 يبقى 4 وهنا greater than k. معنى الكلام ده ان ال k less than 4 واحنا عندنا number line كده ال 4 هنا دي open خدناها في تانية اعدادي وهنا ال k less than فباخد ايه ال negative infinity direction. يبقى هنا اقول له ال k belong to negative infinity بحط الصغير الاول وال 4 وال 4 هنا ايه open. نمبر 2 بيقول لنا برضو عاوز يجيب الفاليو بتاعت ال k قال لي لو التو روتس للايكويشن دي كومبلكس. يعني ايه الروتس كومبلكس؟ يعني الديسكريمنت less than 0. فاحنا عندنا في المساله ان ال a equal ال k وال b نيجاتيف 8 وال c equal 16 هنجيب الديسكريمنت اللي هو b باور 2 64 ماينس 4 تايم ال A اللي هي ال K تايم C اللي هي 16 كل الكلام ده less than 0. يبقى هنا 64 4 by 6 is 64 يبقى minus 64 K برضو less than 0. ال 64 تنزل زي ما هي ده اودي الناحية التانية بالبوزيتيف 0 plus 64 K يبقى 64 K هنعملها divide 64 divide 64 وهنا 64 يبقى 1 وهنا K معناها ان ال K greater than ال 1. ادي النمبر لاين بتاعي ادي ال 1 وهنا فيها اوبن جريتر ذان ال 1 هروح لبوزيتيف انفينيتي. يبقى هنا عندي السوليوشن سيت او الكي بلونج تو ذا انترفال 1 وبوزيتيف انفينيتي. هنا في الايكويشن بيقول لنا لو عندنا اكس سكوير ايكوال كي بلس 2 عندها تو ريل روتس اند ديفرنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الديسكريمنت جريتر ذان الزيرو. اول حاجه لازم اخليها ان ذا ستاندرد فورم يبقى اكس باور 2 ماينس كي ماينس 2 ايكوال 0. هنا الكوفيشنت بتاع الاكس اللي هو الاي ب 1 اكس سكوير سوري والبي هنا مفيش اكس يبقى هو ب 0 والسي نيجاتيف كي ماينس 2.
الديسكريمنا اللي هو بي سكوير يعني 0 سكوير ماينس 4 تايم ال A تايم ال C اللي هو نيجاتيف K ماينس 2. تمام كده؟ يبقى كده ده كله greater than 0 يعني نيجاتيف 4 وهنا ماينس K طبعا 0 ملهاش لازمة ماينس 2 كل الكلام ده greater than 0. هنعمل divided in negative 4 لما بعمل divided in negative 4 العلامة دي بتتعكس يبقى divided negative لأن الإنيكواليتي بتتعكس يبقى negative k negative 2 less than 0 منها إن negative k less than positive 2 هعمل time negative يبقى ال k greater than ال negative 2 ومنها السوليوشن set greater than ال negative 2 ادي number line وادي ال negative 2 وopen greater يبقى هتطلع negative 2 وpositive infinity. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا without solving the following equations show which of the of them has two rational roots and which of them doesn't have rational roots. وبعد كده بيقول لنا check your answer. اول حاجة هما يكون عشان يكون الروتس rational لازم يكون الكوفيشنت برضو rational. يبقى هنا نبص للايه نمبر 1 دي هنا 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 دي كلها ارقام rational. يبقى هنا عندنا 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 بلونج 2 الراشونال. الحاجة التانية بقى عشان نثبت ان الروتس rational لازم بعد ما يكون الكوفيشنت rational لازم يكون الديسكريمينانت بيرفكت سكوير. يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني ليه سكوير روت. هنجيب الديسكريمينانت هنا طبعا عندنا ده الاي وده البي وده السي. الديسكريمينانت اللي هو بي باور 2 يبقى نيجاتيف 3 باور 2 ماينس 4 تايم الاي تايم السي يبقى 9 4 باي 2 باي 2 16 ونيجاتيف مع نيجاتيف يبقى بوزيتيف 16 طلعت 25 وهو هنا بيرفكت سكوير فعلا. يبقى زيرفور ان هنا عندنا الروتس عندنا شرطين اتحققوا اهم تو كونديشن يبقى الروتس هنا هيطلعوا ايه هيطلعوا راشونال. نيجي التاني هنا عندنا اكس سكوير بلس روت 5 اكس ماينس 5 ايكوال 0. اول حاجة نشوف هنا الكوفيشنت هنا ده 1 لكن هنا الروت ده الراشونال يبقى هنا على طول مفيش الراشونال روتس. ليه لازم الشرطين لازم يكون الكوفيشنت راشونال لكن هنا ده 1 روت 5 ده 1 الراشونال نمبر. نيجي لتالت واحدة هنفكها الأول عشان تبقى ايه ستاندرد فورم 2 اكس 2 باي 3 6 اكس باي اكس اكس باور 2 ماينس اكس ال 9 ندخلها جوه بالنيجاتيف 9 كل الكلام ده ايكوال 0 تبقى اكس سكوير 2 اكس ماينس اكس بلس اكس وماينس 3 ايكوال 0. أول حاجة هنا الكوفيشنت فعلا راشونال يبقى هنا دون الفيرست كونديشن ساتسفايد. نيجي بقى للايه للديسكريمنت الايه طبعا هنا ب1 والبي برضو ب1 لكن السي بنيجاتيف 3 مش هتفرق يعني البي سكوير يبقى 1 باور 2 ماينس 4 تايم الاي تايم النيجاتيف 3 دون هيطلع 13 وال 13 دون ده نوت بيرفكت سكوير يبقى زيرفور ان هنا عندنا الروتس هنا مش هتطلع از نوت راشونال نمبر. السؤال نمبر 8 بيقول لي لو عندي A و B are rational number prove that ان التو روتس برضه هيكون راشونال. اول حاجه هو قال لي ان الاي والبي راشونال يبقى هنا ده 1 راشونال وراشونال وكده دول اكيد دول الديفرنس بينهم راشونال يبقى كده فيرست كونديشن ساتسفايد. يبقى التاني لازم نجيب الديسكريمينانت والديسكريمينانت يكون بيرفكت سكوير. هنا عندنا الاي ايكوال الاي والبي هو البي والسي هنا ايكوال ايه بي ماينس ايه فهنجيب الديسكريمينانت اللي هو بي سكوير ماينس الفور تايم الاي تايم السي وهنقول ايكوال البي سكوير تنزل زي ما هي 4 اي تايم بي تبقى 4 اي بي نيجاتيف 4 اي تايم نيجاتيف اي هتطلع بوزيتيف اي سكوير. طبعا دي لو عملت لها فاكتورايز هجيب 2 براكت كده هتبقى بي وبي وهنا اي واي والتالت بوزيتيف. في حاجه نسيناها سوري هنا الرقم دون هيبقى 4 اي بي والتاني 4 سكوير. تمام كده يبقى هنا يبقى 2 و 2 والتالت بوزيتيف يبقى الاثنين نيجاتيف
فطلعت بي ماينس 2 وبي ماينس 2 اللي هي بي ماينس 2 هول سكوير، وبي ماينس 2 هول سكوير دوت بيرفكت سكوير، يبقى ذيرفور ان احنا عندنا الروتس مالها هتكون راشونال. رقم 9 بيقول لي لو عندي ال ام راشونال نمبرز، بيقول لي بروف برضو ان التو روتس للايكويشن دي هيكونوا راشونال. هو امتى يكونوا الروتس راشونال؟ لما يكون الكوفيشنت راشونال والديسكريمينانت يكون بيرفكت سكوير. طبعا هنا قال له ال ام راشونال، طب ده راشونال وراشونال وال ماينس ام راشونال، يبقى احنا عندنا الاي ايكوال ال والبي ايكوال ال ماينس الام والسي ايكوال نيجاتيف ام. هنجيب الديسكريمينانت بتاعنا اللي هو بي سكوير، يبقى ال ماينس ام سكوير ماينس الفور تايم الاي تايم السي، وهنشوف هيطلع بكام. هنفك هنا ال سكوير بلس ام سكوير ماينس 2 ال ام، نيجاتيف تايم نيجاتيف بوزيتيف هتبقى بلس 4 ال ام، هتبقى ال سكوير بلس ام سكوير 4 ال ام ماينس 2 ال ام، هتطلع 2 ال ام. وطبعا دي هنرتبها كده تبقى ال سكوير بلس 2 ال ام بلس ام سكوير، اللي احنا لو عملناها فاكتورايز هتطلع ال وال وام وام، وهنا بوزيتيف وبوزيتيف، يعني طلعت ال بلس ام باور 2 اللي هو بيرفكت سكوير. يبقى ذيرفور ان انا عندي الروتس طلعت راشونال. مسألة رقم 10 بيقول لي بروف ذات ان تو روتس بتاعت الايكويشن دي اولويز راشونال. يعني اولويز راشونال؟ يعني هنا عندنا الكوفيشنت هتكون راشونال والديسكريمينانت هيطلع بيرفكت سكوير. هنا ال A ب 1 وال B ب K وال C برضو ب K، وقال لي K ده 1 راشونال، فهنجيب بقى على طول. يبقى انا كده الكوفيشنت اساسا هو قال لي راشونال، هنجيب الديسكريمينانت على طول اللي هو ب سكوير، يعني K سكوير ماينس ال 4 تايم ال A اللي هو 1 تايم ال K. سوري في حاجة احنا ما خدناش بالنا منها، ان هو هنا دي هنا دي تبقى هندخلها جوه هتبقى k minus 1، يبقى دي k minus 1 يبقى هتطلع k square minus 4k plus 4، ودي برضه هنعملها فاكتورايز زي ما عملنا كذا مرة k و k minus 2 و minus 2، يعني طلعت k minus 2 square، يعني هو اساسا perfect square، يبقى therefore ان الروتس ار rational. رقم 12 بيقول لنا find the interval to which A belongs to that makes the two roots of the equation هيكونوا real. هو عاوز يجيب الفاليو بتاعت الـ A هتخلي إن هنا الروتس real. هو يعني إيه الروتس real؟ لو قلنا discriminant greater than zero يبقى هنا real وdifferent. لا هو قال لي هنا real، ممكن يكونوا real وequal، يبقى هنا discriminant greater than and equal zero. هنا عندي الـ A بـ A plus 2 والـ B 2A plus 3 والـ C A minus 1. يبقى احنا هنجيب ادانا الديسكريمينانت، عاوزين نجيب الـ A، يبقى اقول له عندنا discriminant equal b square اللي هو 2a plus 3 all power 2 minus ال 4 time الـ A اللي هي a plus 2 time الـ C اللي هي a minus 1، كل الكلام ده greater than or equal 0. هنا دي هنفكها ازاي؟ 2a time 2a يبقى 4a square 3 by 3 9 2a times 3 times 2 هتطلع 12a. نفك هنا نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 نخليها زي ما هي بره كده ونفتح براكت، هنفك دول a by a a بار 2 minus a plus 2a minus 2، كل الكلام ده greater than or equal 0. هننزل دي زي ما هي 4a square plus 9 plus 12a negative 4 time a square negative 4 a square negative 4 time a يبقى positive 4. هنا ده ممكن الاول ناخدها ب a الاتنين 2 a minus a ب a negative 4 time a يبقى negative 4 a plus 8، كل الكلام ده greater than or equal 0. دي هتطير معادية، يبقى فاضل عندنا ال 9 وال 8 17 و 12 a minus 4 a هتطلع 8 a، كل الكلام ده greater than or equal 0، يبقى كده ال 8a greater than or equal negative 17، يبقى ال a greater than، يبقى ال a greater than
were equal negative 17 over 8. عايزين نجيب ال a belong to the interval. طبعا هنا ده greater than يعني نوصل ل positive infinity وفيها equal يبقى negative 17 over 8 closed and positive infinity طبعا والانفينيتي دايما open.